الام بتبقى محجبه، ممكن اختها الكبيره محجبه، قريباتها محجبات، ولكن هي البنت تقول والله لسه ما اقتنعتش. دخلنا بقى في السن، ده كله للترك. انا بدعي كده كل المشكلات دي جت من ان انا تركتها على هواها على هواها على أيوة. هواها، وما عملتش جو في البيت، ما مهدتش قبل السن. انا التقيت بسيدات فضليات مسلمات محافظات على الصلاة في مواقيتها ومش محجبات. كم هائل من الناس واحنا بنعمل في المجتمع. صحيح. مفيش ولا واحدة صلت من غير حجاب ولا ادعت ولا دخلت في نقاشات. ليه؟ هي مش محجبة، ها خلاص، ومش هتتحج كمان، ومحافظة على صلاتها، وبيجي لأنها قاعدة شغالة في مركزها في وزارتها في وكالتها في كذا، تلبس الخمار أو الإسدال وتدخل تصلي، عاملة ملابس للصلاة. صحيح. وبتقوم تعمل ليه؟ لأنها تربت على كده، ما شافتش أمها مرة واحدة ولا جدتها مرة واحدة ولا خالتها مرة واحدة ولا مش عارف إيه، ما شافتهمش وهم بيصلوا من غير حجاب. هل في بنت بتصلي وتتحجب وتيجي خلع الإسدال ده والخمار والمش عارف الإيه بعد كده؟ هل في بنت منهم عايزة تصلي من غير حجاب؟ لا، مستحيل. إيه الأحالة اللي خلاه مستحيل؟ التربية. التربية، أنا شافت ده. لو إننا، وبعدين إحنا بقول لك جربناه في بيوتنا. مرة بقول للصحفية في الأهرام زمان، بقول لها ده أنا ما أمرتش ولادي بالحجاب، هم خرجوا في بيت فيه الحجاب من المسلمات فتحجبنا كلهن. فراحت كاتبة المنشط، واخد بالك، الشيخ بيقول أنني لا آمر بالحجاب. لا إله إلا الله، أنت واخد بالك؟ طيب يبقى إحنا بنرتكب كده جريمة. أنا ما قلتش أنني لا آمر بالحجاب، ده أنا بقول ده حكم متفق عليه، إنما أنا بقول لك ولادي طلعوا محجبات فعلا، وذلك لأن البيت صحيح. كانت هذه القضية قضية منتهية ما فيهاش جدال. أي بيت فيه هذه القضية فيها جدال، فيها تأخير، فيها عدم اهتمام، فيها أنها أمر ثانوي، يطلع منها هذا.